الحكم هذا لما عين هذا الحكم في مباراة الجزائر الناس كلها تعرف هذا الحكم، لأنه أمام بوركينا فاسو في المغرب شفنا الأخطاء وشفنا الأشياء اللي يعملها. حاجة ثانية واللي هي مهمة جدا واللي أنا متأكد هذا الحكم في نهاية مشواره يعني يعمل وش يعمل يجي حتى فارق نورمال، لانه ما حتى وتعاقبه مدى الحياه حتى وتعاقبه ما يجيش هو قاطعك في هذه النقطه. عندي معلومه لست متاكد من صحتها، 23 مارس جوشوا بوندو متواجد في الكاميرون 48 ساعه قبل اللقاء، ولا كان تتخيل شفت يطول كاع الوقت احنا شوف بفعل الخبره اللي عندنا في افريقيا والحكام هادو والافارقه هادو يقدروا يغيروا لك مجريات المقابله، ولكن هالاشياء احنا رانا عارفينها وملفينها ومجربينها. لازم دوك اللاعبين والمدرب يديروا في حسابهم باللي مهما كان الحال مهما تحايل الحكم ولا ما فيش يسيو ينقصوا من الاخطاء ويسيو كما يقولوا تكون اعصابهم بارده، لانه لما كما نقولوا احنا تبروفوكي تستفز الحكم راح مباشرة راح يعطيك من بداية اللقاء يخرجك من المقابلة بطاقة صفراء، حتى تلعب بمعنوية منخفضة راح تريد تخاف دوزيام كارتون، اسمها أمور هذه راح يستعملها الحكم هذا. احنا في من البداية نعرف باللي راح نلعب مباراة الذهاب في الكاميرون بأخف الأضرار، يعني بأخف الأضرار يعني من جهة البطاقات من جهة الإصابات من جهة أشياء كثيرة، لأنه موش غير العمل الفني والوقت ما يخليناش إن بطبيعة الحال أربع أيام لهذا قلت لك مع التعب مع الإرهاق مع لهذا لازم ندرسوها من جميع النواحي. الحكم ده من حقنا كلام، ولكن ما ندخلوش في الصراعات معه لأنه المباراة فيها 90 دقيقة نقدر نديروا أشياء الحكم يقدرش يلغيها، هذه الأشياء اللي زي اللي